تنبهوا يا ربعنا يا طيبين، ترى التسول في بلدنا منتشر، تحذروا من زمرة المتسولين بحالاتهم يستعطفوا قلوب البشر، يستعرضوا حالات والقاسي يلين، وطبيعة المؤمن فواده منكسر، لكن حقيقتهم ترى متلونين ومتأبطين للبشر من كل شر، مع كل مسجد شوفهم متولمين، وفي ربع ساعة يكسبوا راتب شهر ندفع لجل مرضات رب العالمين، وناجد جزا ما ندفعه يلنا ضرر، تكفون يلي للأجر متصدقين، تبينوا لا تنفقوها في خطر، الله خلق ناس لها متعففين، لا يسألون الناس لو ضاق الدهر، ناس لها من دارنا مستاهلين، والأقربون أولى لمن يبغي الأجر، بيان للي للتسول الجاهلين، ما نبغي يبقى له موطننا أثر. وسلامتك.